ini menambahkan kepada Ibu Sambil Yusuf juga selama ayat di dalam kumpulan alaih ma'atwa ayat hai surya isyabalat sanada malakum yawalatam mahalo besar kemudian kepada Somalia wahai kepada Islam pada ini sedahat kedaulah mahmud dari sisi menakaran utahuda ia ada ulama kerajaan Israel dan kemudian kerajaan Somalia atau dari sana mahkamah itu wafran tahi wahai nojo ilo dinaya bersuruh biaya bola fitkodi selama kana kerajaan kemudian kerajaan suku negara pada gas kerajaan kecil kerajaan kita ni ubin dari sisi utahuda Perlawa kita buangki dan lebih cuci kerjakan dengan cara di tengkor isi atau hubil lah dari ini perlawa itu. Makam saya itu cuma kerja kerja polo kerjaan itu na. Hanya kan orang lain kan number tu sudah hai ko so pakai lebih masa tu segala makan. Lihat ni lebih ko sih kan ada ada orang sih na ya. Hanya atau orang syah atau lain kan. كدي بسحب فرام والله الله امتحان فرام يو أفيد الله ربع المكة على كتير قدر كتبوا يتكلم كتبوا يتمنعك أسمعني السركاء إنه تايو الله الله ربي من وقفة معطوه ودوميها ولها إنه تايو إنك مكة على كتير قدر كتبوا يتمنعك كيسلح الكاس وجنين ريا إن مدوك لحد المعلومات لهذا السركاء الفلسطيني رقصت إنه تايو وقفه حفیظ کیست؟ مرکز ارکیف قلب کوری لاتنات و سومن چینیه. این آن حفیظ کسی که مبنا کریم ترکار کسی مدو کپان طول محمود فسحلان مرکز ارکیف قلب کوری سلطانات و چینیه. حدی لبک رو دو بود کوفران و ایو سرکار پرسی و کپل آو تمالی پرسی. این لوب کارون ایو این شیتوسا و به تنشونی رخصت استی نو تایو محکمتا سر و حاوی حتی این آن دیگر روسر دست لومارین هنگی اشار کردی. این کریتان کرد آلومارین دارتی اشار کردی او که چیزی این کار را تو دنیا ولها نداریم که این هر که نداریم که کاموسی افکسرکار نوع عصب مکان روسر دارتو و حلیلیو سلام دادن محکم دست را اداره و حلقه سلام کریتان کرد. الحكومة الفرو هيدا تدمات رئيس الجمهورية الفدرالية الصومالية رجال كدعوتا سوق رئي إنه وغير كرو وإجماع كيس شقوق القرن كوي منا كريتان كبود القرن. إنت هكذا واحد نقول بين رئيس الدعوتا هم كا من عيال سيرنا هذه أجيران واحد واحد صناع ويربان أي محكمة ويدوش هيك واحد سيرنا عندنا على الدعوة ياش صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومراي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب استجاش يا رب استكرمك بدمانتو يا رب استعجب دايا وكم أسمعت عن محمد صلى الله عليه وسلم إني ما أنتقد عن ما هو بتوصي دعوة دي نوم ديس من مرة وصي ولا فلقى فلقى كهري وحين مري سي دعمنا هر كدوالي جبن جبو دنا عنا دنا دي أقول لابن أي وحنسو قد بسمي ضاده إني لحري في دولة الدعوة لحري في بوعم كي صوب حي لبي لبعدن كي بيش سجالات لبكم طبعا يسجال كي أي صوص عادي هاي الد دولة الرئيس الصومالية طبعا كاس وأنا بكي نيمت شرع دهرا دنا عنا تدعوني يا مدير عقارين كأون هاي وحن ديار قلنا هاي إن هالكي كسي والله وأهل إن عدينا إن سوق كسرنا وأن دول دعوة تصبح وجيلنا مضادنا أبصر تصبح وجيلنا مركز كبعدنا عنو بدنا قبل قبل الدعوة هدي لنا عكرا أي سواء كمين أما محكمة أي سنة جيلنا وحياة وكلا يمكن يصير دبلو ولا ما ما سنتنا كم شرط
waxaana dhinaca afrikaanka ah uu hadii uu jiro waxa ku darayaan hadii maalintii aminkood soo بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الشرف تاعي مودر كتب في كسر ريال رمتي أنا ما رمتي كتب بيسي ودعوة تقول لي لقاها تهي وغاية روحانا قريب متفعنا هنا أنا سيدي لربي أنا ما رمتي وسو جيدين مركا وحارمنا ما أنت هنا لما يستيرنا وحي نوغا دن دفاع دن تقارك هياد بوليس تاودا dina kale ma tafaana markii ay dhinacooda soo dhameeyaan anaga oo dhinac ay dhawayay aan ku dareyno iyo dokumentiga aan soo gudbinayna maxkamadda ayaa ugu soo dhameystir doonaa marka waxaan ka dibna waxaan ugu gudbi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo gabagabada dhawada waa maadsantii maalinta laga cabanayaan diyaaradda badanaa baxay
جدول كوا وسوق بدني هذه لا بحنا نمركل عن سوق بدني نا مركب وصوب حي القرآن كم جيلو دكارا لكن وحى وجيلا إن لقوا معمولا سفورك يبت خبك هوا الصومالية سيدا الله سبحانه وحنا عين وحياه تابنا يقرن ما الصومالية وكذا عين لنا عبق فرتا وكسب سنا وعدوك تهمنا كذا على دورة شو ماشة كذا عيسي إسلام الكاس لا دك ماشة معمولا عيسو سارة القرآن إن عيسي تماكن دولة فدرال دك صعود دولة فدرال كوبك وحامت عن عياد وقابس تونس تعودوا وح أي كذا شيء ما دام لا توسنا إن ديار لا توسا أو أي نيروبي كإيمان يام هل كإيمان يام أو هي أدنى أي جوجي سكين ديار توسا كإيمان سيد الله سبحانه هي الدولستا هو الأدب كان دارس كان هاي وح أي مكة يرتب مرسيسا ديار الله سومالي كت كتبوا وجه وقوان هي الدولة هاي هبا يرد هي الله سومالي كت سومالي وح فرقلينا كوم عليه وقيسين أمي بحنا إسا وقيسين كاسر له كان سميا مركا هي أدا كم مسؤول كا من نما الصومالي انتقلت كا سياسة طلعت هو بدأ الصومالي لما مركا لقى هلا يدولي ما كا وحوا هي أدا دولي استهوى ده قارن السياسة تعيب إلى أن يصير مصلحة دا ومدة الصومالية هي ودجير كتل كا سال سعتان أرنتي لقى قبائل شك قوي تعدي ده سياسيين ومتى كان حكامي وزير علم الدولة aya toosku imid magaalada Kismaayo asagoo aan wax fasax ka qaadan dawladda federaalka Soomaaliya Soomaaliya waa hal dawlad dawlad kala duwan ma ahan caalamku wuxuu waa go'aansay qaanuunka caalamiga ah inay Soomaaliya hal dawlad tahay sida daraadeed amarka dawladda dhexe waa inay cid kasto hoggaansataa waxa caadi ah hadii ay dhacdo in diyaar soo gasho hawada Soomaaliyeed oo lala hadlo oo ka noqon la yiraahdo waxa waajib ah inay ka noqoto arintaasi ma dhicin marka sida daraadee tilaabadee ay qaaday maadaama maamulka hawada sare ee Soomaaliya ay ka baxday eeynaas hay'addu waxa ay qaaday tilaabooyin ah xadid ayadoo aan ku taqaanay hawada joojin waxa la yiri inay soo maran diyaaradaha ka aadayo inay xamar soo maran meel kasta ka soo baxaano kuwa xamar ka baxayaan waliba kaasa horeeyay kan ka dambeeyay wuxuu ahaa مدام أهلتي سي علودي أو أي تابتي يعني نقارن لماذا الصومالي أي تابني سي أنت كنت أي تابني سي أنا إسلام أركو وحا أي دولد وأي متغانا هي أدو أدوان كارتي إن لو قاتو أو قلاشو إلا هذا الكاس وأنا حق أي لا هذا هاي دولد الصومالية أو أي هي أداني مسؤول كوغطة هاي أنت أسمرك لغا هلا يوحا لغا هلا يا دكا كلاينت هو أما oo ahmad taqaanay macmiilka waa hay'adaas oo ah shirkadaha diyaaradaha shirkadaha diyaaradaha waxa waajib ku ah inay u hoggaansamaan go'aanka hay'adu wuxuu soo bixi karaa habeen wuxuu soo bixi karaa maalin macna ma la marka uu soo baxo markaas uu soo baxo wixii ka dambeeya ayuu dhaqan galayaa marka ma noqon karto sabab diyaaradaha bixi rabtay go'aanka soo baxay go'aanka arrintaasi ma taqaanay ma noqon karto sabab lugu jabiya go'aankaas oo ah loo arkayaa markaasi inay ku jirto danta qaranka marka dadka dacwada wata marka hadii ay sharciga waxaan isweydiin karnaa hadii aan qof heshiis la galo aniga marka in dadka la qaado oo meel laga qaado meel kale la geeyo waa heshiis kon waxa waaye transportation contract waa heshiis qof in la meel kale la geeyo waxaa una la galiyaa shirkadaha diyaaradaha ee hay'adda la geli maayo هذه شركة له في الواية قف وحاء أو كل هاي دعوة عدي أو لا شيء أو متق على العقد سيء إن ما شك قاطع مال كرديس وما له حق يعني شرعيا كل أنا وأنت عن كنا قالنا شرعي قا مدة وما تقالنا إلى سديت كيا شرعي كسر تحت لي قف يعني أنا له شيء سلك لي أما أيضا كل شغل نقد حيني أو شرع وح شرعي نقد حيني inuu dacweeyo inuu dacweeyo asaga oo aan dacweeyin cid uu shis ka galay arintaas waxaan u aragnaa inaysan waafaqsanayn sharciga hay'adna loo soo dacweeyay ayada jilicsan oo wax laga heli karaa baan u arkaynaa anaga waayo waxa weeye waxa meesha ku qoran oo matqaana qur'aanka meesha yaalo oo laga dacwoonayo haba yaraatee ka hadli maayo waxa la yiraahdo
dad la umada baa la qaadayo rakaab ka hadli maayo marna rakaab ka ma hadli maalintaas waxaa baxday 18 diyaarad oo qaatay oo balaashadii lagu soo saaray aniga ma garan karo diyaaradda rakaabka oo siyaasiyiinta xisbiga ka socda ay raaciyeen iyo dad kale in siyaasiyiinta xisbigu ay ayu kaligo dacweeyaan dadkii kale waa dacwo qabin ayagoo aan dacweyn ciddii ay leeshiyeenna qaado inay dacweeyaan dowladda ama hay-adda u xilsaareen arrintaas uma aragno inay sharciga waafaqsan tahay sidaa daraaddeed haddii ay dacwadi jirto ma ahan dacwad ka dhexayn karto rakaab iyo hay-adda caalamko idinla waa sidaas waxaa dhaco mararka qaarkood hadda waxaa ogtihiin inay dhibaato ka dhacday dalka china oo diyaarado badan la joojiyey dad goostay tigada goostay waxaa joojiyey hay-ado waxaa loo joojiyey dan guud arrintaani waxay ahayd dan guud oo taabanaysa qarannimada oo qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah oo awdhiig soomaalinimo ku jirta inuu ka damqado in dowlad ajnabigihi ay maamusho qayb ka mid a dalka soomaaliya ayaan waxaan ku raabsanay hay-aduna waa ku saxsanayd sharcigaan u ogol inay la macaamisho sharikadaha oo ay waddanka qayb ka mid a xirto hawadeeda qayb ka mid a ay furto waxa waaye awood aan lahayn xag awood potere discretionale ama discretional power oo ay hay-addu leedahay waaye inay arrintaas ku dhaqaaqo waxaa markaa marka dacwadda lagu soo ogay dacwad aan waafaqsanayn sharciga sidaa daraaddeed waxaa waaye mataqaana waxaan leenahay xaq loogu male hay-adda dowladda waa wakiil ka nahay in la dacweeyey xaq loogu male waayo go-aanka soo baxay ma taabanaayo xisbi bidhibilo qaran ma taabanaayo rukaabku ma socdo haba yaraatee go-aanka maamulna markuu soo baxo waxa uu leeyahay shuruudo ama conditions ayuu leeyahay conditionskaas waxa waaye cidow ku socdaa cidow ogeysis ku socdaa laakiin cidda oo ku socdo oo uu taabanaya danteeda ayaa xaqa dacwada iska leh sidaa daraaddeed go-aan maamul oo ay ka dacwoodaan mataqaana qareennada wakiilka ah xisbiga dacwada keenay ma qabla inuu jiro waxa weeye waa mataqaana waxaan u aragnaa arrintaas inay tahay xadgudub ku ah sharciga xadgudub hay-adda xadgudub sumcadda hay-adda iyo curyaamin shaqada ay u xilsaaran tahay hay-addu intaa makadib waxaan mataqaana ku soo celinayaa maxkamadda markii loo baahdana insha allah waa soo gabagabayn doonaa dullaahina wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahiraxmaanraxiim maqaamada sharafta waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka jawaab celiyo xafiiska reeqaanka odc si guud waxaad u malaysaa xafiiska reeqaanka guud inuusan la imaan wax cusub wuxuu ku laabtay doodaga soo gudbay fadhigaan fadhigii ku horeeyay maxkamaddu waxay u fasaxday oo dhinacyaasha u fasaxda waxay dhaheed oo anagana ka jawaab celinay ahayd in wax cusub oo wixii hore ka gedisan oo fadhiga hore looga hadlay in fadhigan looga hadlo waxyaabaha ay ka hadleen oo la xiriirta inaysan masalan diyaaradaba aysan ku shaqalayn rakaabka o kale fadhiga horaan ka doono
ما هن إن محكمة دا يو دك هلك نسوي بدمان تو وقت على جنوبين أنا إذا هذا ديار أنا هنا كل هذا ما هذا صواب لا ويا عديس كوه الله ولا ذلك إنه صواب لا دعوي إلى جسوق كتب أنا إذا هذا صواب لا تمام ويا صواب تأيك الهواي دون جسوق كتب وقت جاي صواب ما هذا وعيد لا يعيد هاي جري قانا ذاك لا يكرهن ويجا ويجا فني كان فني يكوري أنا مسؤول أنا إذا هذا أنا ممكن أجيب أوفا فاهمه وحيامه أن وجهه من فني كان فني يكوري وما سنتان محكمة الشرفتان أحرباين أن كبير الله ورقتان يسوق بيه مركب كوبة دورت ورقتان أحكمته أن الله فسره تلوح فسره كما يصبح ورقتان لكن سنة موقتا جون لوي أفر لو أتكي جون لو كنت مني يسقالك أياه هو شير وقدع الكير شركس وجدد يسواق ابتي ما يوجب تيكا والله قد وحي اهل وحكا اخرنا اسلوه نفسي مباركة The main objective of the meeting is to coordinate the high surface in order to improve the main factors will be addressed عرما ما مدر كدوه بيستدى اي وردد وقومت اي عمر كبعد انا مصيرو حكا مدد سنين يوم قرار اذا الله محسن ujeedada warqadan ku qoran ee main objective laga dhigay ama ujeedadu ku weyn oo kula kala soo wacay waxay ahayd in la horumariyo adeegga dulimaadyada shirkadaha dadaha Muqdisho iyo Asmara iyo Addis Ababa iyo Sanaa diyaaradahaas in la isku xiro oo surface-ka ay bixinayaan si wanaagsan ay u bixiyaan isla markaana connection-kooda laga shaqeeyo ay hay'ad ee ka soo wacday laakiin wax amni iyo dhiyaaba la xiraayo iyo wax kale iyo si ay ugu fasireen wax shaqay kula dabar maxkamadda waxa amalay nusqada in ay hortaalo ayada waa fasir kartaa sidaas darteed wax macna iyo wax ilaaqa oo ay warqadan la leedahay waxa ay ka hadlayaan midna ma jirto inta sadan warqadan ugu gudbo aan waxa ku wareeray oo soo faa fashion anagu waxaan ka dacwoodayna waxa ahayd go'aan soo baxay 2022 bishii 2019 go'aankaas waxa soo saaray 6 barki subaxnimo lana dadan gali todobaadi isla maalinta sagaaladan gali ko go'aankaas waxaan ahay waxaan dhahayna horta inuu soo baxo markuu la soo saaray looma man hanaanka sharciyada sababaha soo socda uga ko go'aankan markii la soo saarayay waxaa la dhaqangeliyay isla maalintii la dhaqangeliyay waxaana la yiri shirkadii rabtay inay dulimaad sameyso 24 saac ka hor waa inay soo wasataa warkaas anaga ma aanan soo qorin mar aanan ihin waxaa soo qortay hay'adda dulimaadka rayidka jawaab celinta inay soo gudbiyeen ayay insaas ku soo qortay gawaayidkii anaga marna diyaaradaha inay 24 saac ka hor soo warsadaan xilliga dulimaadka ka hor isla maalintiina go'aankii dhaqangeliyay go'aanka noocaas ayaan rabnay oo aan ka dacwoonin oo dacwoodina ay ugu sidday sida la isu waafaji karo in 24 saac ka hor hal soo dar badali yiraahdo 7 saac ka bacdi ama 6 saac ka bacdi la dhaqan gelsho xabiis gariiqan ku taasa in uu ka jawaabo doodiisa ma uu ka jawaabo fadhigan fadhiga ka horreeyna waa la weydiiyey ma isa ka jawaabo waayo ma ahan sababti isugu jawaabi waxa waa wixii isugu jawaabi waxa waa mar shaqeeyo ma hayaan wax laga jawaabi karo oo la aqbali karo mid labaad dareenadu wuxuu yiri go'aankii ay soo saartay hay'adda rayidka waxa ay ahayd go'aan sharciyeed oo qodob sharci ah waa qasay hadda waa la weydiin karaa qodob wuxuu waa sharci waa qoraynta subsidiyada waxa ma super power waa la wada istaagi karaa waa awood ma jirto awood iska furan awood walba waxay ku xadiisan tahay xeer qaanuniga ku xadiisan tahay hay'adda walba awoodaha ay leedahay ku xadiisan tahay ma jirto hay'adda iyo waxa waaye ما لو قدوم يا اول استعمال اول فرن واستعمال ابي اروح عن روح ما هي ان مريم فسراي 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 الله بارناي واي واحد واي انا ما بدي قصه شعري كوي المهم
وعن الهيئات أن وحيوش سارنت هاي بتخبك بونيمات كهودا أيضا إسكال أوداس وقام كل شيء أنا ما قام دي بسامين وسمي هذولا ووحدك لكن قام كل مرة وصاب وح يحيل اللي قدم بيا ونغنى وح كده ورا ماشي أنا ما وما شاء الله محكمة الشرطة هذا كوا هذا القوبل أو ريكور جريسن محكمة دلوقتي قوبل جريسن كرتا أنا واحد مقلين قوبل جريسن ناي أول ديل وأول فران هيك سيد أبها حاطه واحد واحد إلى أول فران مجرته هيدو الواحد إلى هاي أول حاد الواحد جدا أو أبو أن رئيس دار كده هذي تلعب دكتور أبو أن كده ولا نغنا حيندار في الشرعية إن كبح لي موادرين تحق مدن إيه بحد كده تسير هذا دعوة كده وعن هلا إيمان بسيب كتبه أردتوا كده واجيه أو أه يا دعوكر يا دعوكر وحان قدتوا بني دعوة سيدة قول حسان خوضة وانتا لعدن إيه سديد لحيان محبك المدريكة الصوماليات وحاكو حسان قول كاس انتا سحبي لنا عقل أي فهم إلى أي وحنا إلى تاني أي ضرطان إذا ما رأي عند ورب وحق ولا أما مصلحة وجود إن الدعوة إسكت فاعله أما أي دعوة فرطة أي دعوة فرطة كرت إسكان دعوة كرت إسكان إسكان فرطة أنا لما القرآن كان بعدام وصباحا دريم بين إنه صفة شرعية شرع درنا وصباحا ضد مواطنين أو سفر أي سفر كود اللي جاها فيه صفة شرعية على وجهها كون ضد كاس ميسا حق ولا هاي إن الدعوة كفرطان عندي أوكي ستبقى طبعا وأوليهم حير كانوا وقولان آية منا أهن أرتاس وحلا قلي كانوا دوش الحيد قلي كانوا قال يقام بها دوم قيل آية قضب كاس أي أدي داية إن أي فرتان دعوة وحما عقول إذا هذا لكن إنه يرادوه كل أهن مو بنانين أما صورة كلمة أهين إنه فرت أو أنت أسكو إكاي هذا كاس وما أقوانسان إنه يا هذا الشرعية منا صورة كلمة أنك دعوة أنفرني أما أن دعوني ودعوة حين توافق سن قال أها مضبك حتى أنك هذينه أو أه عيد والبو أو أيضا وجهته إن الدعوة إذا كنت فاعله أما أي فرطه أي حين أقول يا إني دعوة سميس أنا أستطيع أن أقول أن أقول لك 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 إن أي أيلو تهاي من دفسح عيسى شق مع ركاب وأقولان عيسى ركاب كان إنه قرآن كتبه إنه سكبه وحنجي في الحكمة الشرعية وأرد أسكجت هذه هي الدول استميت في الصومالية ده في السارن تاي سيكون بدقب كديارة نها إيو سما تبعه ده إيو سولا بجودة إيو في السارن تاي صورة قلمة تاي إسلا هي الداس إني سكور قبيل قف كديارة داس راحة حكمة الشرعية ما كوفير كما سوق الشرعي من تقرق مفيرا مع عقل مفيرا صورة قال من تحي وحال إلى لنا ديارة دان بدقب كيدا أيا إلى لنا مفير سارنا قف كلا سارا أما أما ألاق كلا سارا ينا كما ورقب أي وحيدا ما أقاني صورة قال من تحي وحا نعك أبسولا وحا نعك روان حيرك أيانا سيدا سبيح أي إلا حكمتا خواب جنايا قلب كاسان حصايا أو تحايا ديارة هاي البوليستو أول هي لوحة كاملة إن أي أوغلانتو أي أوغلانشو حتى اللي يحلن أيضا لما صار يقرب ركاب بديارة حتى أوغلانشا هاي البوليستو هاي اللي يحلن لما صار يقرب ركاب صار سوكر وايو وجيت له الله أساسا وإن كش قيدا بدقب كديارة ديارة أي بدقب كده كش قيدا يسوي واحد لزارة حتى يسوي قيد سيو وش قيدا كرتا بدقب هاي الناس كم وش قيدا كرتا وانا واحد سيداس أوبي هدي أولية هاي حبيسك أولية هاي يدو أنت أسكو مشاكلها هكي أنا قضب شرعيات وأنا هاي يدو أنت أسكو مشاكلها لكن
إنه يرادو كليا كم شقنا كم فيلا كم فيلا عرفت شرعية ما وإنه وافجيا هذا الكيس وطلب شرعية صلبوه من كاس أيون نوكر أو نحر أنت قصة في دول حي مغني سا جوات إسوم مكتوب على هيد الدور استرايتك وأي قصة جوات إلى هاي أنا قاعد أنت أشرحكم إلي أنت أيام تسايا هاي عن قريب تكون سوق من قبيلة وحسينا أبو كاتا صاحب جاية سوق هو سوق سير ترى وحيا واحد ما ودي من أيام ربنا سوق قبيلة وما ستع مع كبر. بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله أولا بسم الله الصوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا عحمد سيوات الجسر وحمد الله السلام من أعمال أنا هو أبو كاتا أحمد الشيخ كوفي صاحب كي أيانتي عن أبني لها يريد أكثير هدي عن إنيا وقضة الشيغة يقول لنا أحمد الشيخ الاجتماع كما تقول كان مريض لكفران الموضوع ay ka hadlayso say ku qoran tahay luqadda ingiriiska waxa laga hadlayay wax ku saayay wax issue ku saayay security ku saabsan ama dadka lid ku ah ma ahayn wax ku related oo diyaaradda xoro say waay aad iyo aad aan ruuxu ma inaan maato meesha la keeno tos box ay daawadaan xuquuqda aan ka hadlayna waa xuquuq lagu difaacayo muwaadin Soomaali ah regalo fisiki so okaale to stand da telefono per trova batteria della batteria e testo lo stesso so qate urqada e shirkata ay dadka dibadiisa ana waxan ka hadlayna waxay ahayd waxa difaacayna xuquuq muwaadin Soomaaliyeed oo Soomaaliya ee ishu ku saabsan shir coordinator oo u soo qaato ma laana waxa tusoonahay sida qodobka dastuurka qodobka todobaad uu sheegayo paragraafkii salaabaad ee koowaad uu sheegayo in dalka uu madax bannaan yahay dalka aanu madax bannaan yahay madax bannaan uu baahdo inuu haysto mid badeed inuu haysto mid dareed inuu haysto ayaga ay ahayd dawladda waajib u ah ilaaliso taas hawo qodobka kale uu sheegay inaan muwaadinka dad badan ay jireen لكن دكتور كان يسود عون إسر أيه يسود عوني حتى أقول لنا يسود عونه وحين نسينا يقول كصدر اليوم صدر يا أفراد الدستور كدر ضل حق دعوة المواطن قف كستو حق لي هاي ومواطنة يسود عون دعوة مفرن كرم سير كم يرسل كرامته ويسود عوني المواطنين تانا شخصيا اللي فيجوا يسود عون كرام فينا كم يرسل wisoota awooda soo maanta ma oran karo sababta loo soo daawaday maxay tahay oo ka saddexaad wuxuu sheegay in ay problem u jiro isla chain oo soo qaatay oo hadda diyaaradii laga mamnuucay ma jirin wax aafa oo sababta wax sheegay wax aafa ama dibaata oo habaari oo diyaaradda inay dhacdo ya oo jirin marka ma jirin sababta ay tahay waxaan ogsoonahay ama lahayaa maxkamadda tribki horena fadhiga horena aan u sheegnay inay diyaarado baxeen jir diyaarado maalintaa baxay maalmihii ka horreysa baxay wixii ka dambeeya baxay maxaa maalintaa ku beegay maxaa maalintaa ku beegay muwaadiniinteena mowkilkeena iyo dadka markay baxayeen in diyaarada la mamnuuco oo sidaa lagu garaacay kuwaasoo khasaaro badan halkaa kasoo gaartay oo lagu tuntay xaqi dastuurka ay ku ahaayeen sida uu tilmaamay qodobka 22 iyo 3 ay uu tilmaamay ilaaliya ay ahayd garyaqaanka waxay tahay inuu ku ilaaliyo haa inuu ku ilaaliyo ahayd maanta dadkii lagu tuntay xaqaas oo muwaadiniinta ahaa soomaaliyeed in maanta dacwadu ka hor kala hor yimaado xaqa dastuurka uu siinayo in uu duudsiiyo yacni waa nasiib darro waay marka maxkamadda sharafta la waxaan sheegaynaa xaq ayay u lahayd dadka inay baxaan inay safraan dastuurka ayaa siinaya oo ay u lahayeen waay waana laga hor istaagay biduuna sharci ayaa looga hor istaagay waana wax aan jirin ayaa lagu waajibiyeelay marka ayada saacadda ayada xaqay u leeyihiin inay dacwoodaan intaa u meel ugeetan kale meesha uu leeyahay waaba soo baxay in la ogaado xaq
المواطنين إني أوجدان معلومات كسر الدولات كسر بحياه، أما هالمشروع من دبل كسر بحياه، سنة وشيء جاي أو بتسوق صدر يلا، بعد هالشيء جاي، حتى هليت المعلومات وفق مواطن كمحل إنه هرب معلومات كسر، هي قرار كسر، واستجدوا من عين عيون، مشروع واحد قرار وهاي مشروع المواطنين تلعنا. سلاش شرعي قاربونا الواسع سيئو
ogolaanshaha duulimaadyada diyaaradaha inay leedahay hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed. Marka sabab loo yidhaahdo yani loo duro hay-adda iyo awoodaheeda ma cadda. Marka intaasaan doonayaa shaqa baarlamaanka Kenya ayadoo ay saaran tahay in aan hawada Soomaaliya toos looga soo geli karin dalka Kenya. Waxaa la socotay wasiirka arrimaha dibadda inuu tagay. Waxaa la socotay in la soo saaray go'aan ah oo maamulka meesha ka jira uu soo saaray in aan dowladda dhexe imaan karin. Waxaa la socotay taliyaha ciidanka Amison ee jooga mataqaana Soomaaliya inuu tagay airport laga soo celiyey. Marka waxaa ka jira meesha wax badan oo mataqaana ismaandhaafa. Xafiis garabaan kuma soo horjeedin inuu dacwoodo, laakiin erayada ay ku celceliyeen nimankaana saaxiibada qareennadu wayaa la dacweynayaa, isdacwoonaya waay. Maaha maxaa qof muwaadin ma dacwoon karaa anagu mar waa xuquuq dastuuri ah, laakiin yaa la dacweyn karaa? Qof la dacweyn karaa qof al xaq u leedahay ama aad tiraahdeed. Waxaan rabaa inaan mataqaana waxay maxkamaddu ifiyo halkan waxaa yaala laba xeer oo ku saabsan hay-adda duulista hawada. Xeerka ay qareenadu soo deliisheen inkastoo san hadda wax dhiba noo keenay oo hadda mataqaana uu ka hadlayo awoodda bahasha, xeerkani waxa uu soo baxay waxa uu ahaa 90-kii. Waxa ay dowladdu dhacday isagoo under processa asagariqaanka guud oo mas-uul ka ah shabaabka dalka. Hadda ka hor muddo 4 sano laga joogo ayaa maamulka hay-adda iyo wasaaradda isku qabsadeen. Xeerkan waxba yaraatee oo dhammaystiran waa loo waayay. Bulletinna kuma soo bixin mana dhammaan. Markii isagoo process ku jira dowladdu dhacday, xeerka saxda ah ee hay-addu leedahay waa xeerkan oo soo baxay nambarkiisu yahay nambarkiisu 13 waaye. Wuxuu soo baxay 65-kii. Xeerka hay-addu leedahay waa kan. xeerka hay-addu hadduu ku jiraa processka in mataqaana la sameeyo. Marka wax macno leh hadda anaga waxba naga dhibi maayo, laakiin xeer sharci aan sharci ahaan dalku uga jirin in la cuskadaa lafteeda xoogaa dhibaato waay. Marka waxaan leeyahay mataqaana qof kasta oo Soomaali wuxuu ogyahay in ay ka jirtay tension ah u dhexeeya labada dowlado dariska ah oo ka dhexeeya maamulkii meesha ka dhismayay. Tensionkaasa wuxuu abuuray in hay-adda duulista hawadu ay isticmaasho awooddeeda ah inay ilaaliso badqabka qodobka 7 ee qareenada degsadeen oo Soomaaliya yani mataqaana ilaalinteeda waa inta uu dastuurku sheegaynaa. ilaalinta waxaa ka mas-uula dowladda, ka mas-uula hay-adaha u xilsaarana, ka mas-uula. Marka saadar hay-ad waxay ma sameyn. Aniga waxaan ka hadlayay waxay muwaadin ma dacwo karo ma ahan. Waxa waaye muwaadinku uu ku leeyahay xaqa dacwada. Waa inay sababu jirtaa, waa inay jirtaa in qofka muwaadinka ah qofka xaq ku leeyahay u dacwoodo. muwaadiniinta soo dacwootay waxay xaq u leeyihiin diyaaradaha ay ku mala dowladda. Marka intaasaan rabin inaan sheego, ma aha aniga kama soo horjeedo. Waa mahadsantihin. oo weliba 6 bilood 2 bilood ka hor dhacay ilaaqada ka dhexaysa maxay.
معناها هذا كازو دغما شك كان يدعي مركي لقبنا وحو اوغان او لبو بلو كهر اهاي ان لوي لواتين بشي سغالا او جير كان او دحاي لخدي بشي جون او دحاي لو دون سغال بي وحو سي اوغاي مالن اي كو بيغان تاهي لوي لوي لواتين بشي سغالا مالن اي كو بيغان تاهي لوي لواتين بشي سغالا لما كون تومن اي سغالكا اني مغالده مقدشه كدول دون ديار اسمي ادي سي اوغاي ساس كدي ميسا سيس او غدا كو ان لوغا سو سار اما الله اشير لوغا قبط وح مندق جير كان ما اها وح اسخبا كان ما اها سينو sidoo kale qoraalka maxkamadda hor yaala ayda akhri karta wax ku sayn ma aha wax amni iyo arintiis iyo shaqadiis iyo ku sayn ma aha teeda kale waxa arinta si inay baan tahay oo waxba kama jiraan tahay sorry in aad aragaas adeeg sumaana jiclaan waxa muujinaya inay arintan sax ahayn oo si kale u muujinaya arinta laga hadlayo jirkan waxa soo agaasimo waxa ahayd akaw شكد معالي ده اورجانيزيشن كاكاو واحد اكاو موحو كهلا سو فرنتك الصومالي وكهلا ما موحو الى لنا هود الصومالي الى لنا از دوله الصومالي كو حسوما سي لو الى شو هوديد ميو كو حسوما صوره قلمها بس لو ورقه ده وحا كو قرن قف كسعد هيد نلو حسوما شد وحسومات كلي فقط ما كان قبل سو قلمها مركا صوره قلمها تعيد هي لو كتيرادو دلكا مدح بناديسا الى لنا هنايا فضل ما قبل سو قلمها الشركه واحد يكرمه waxaan dhici karin waad laba hay'adda ee kaawm waxa xirsaaranta inay ilaaliso dawladda hawadooda inay ilaaliso maya kuma xirsaar kama mid ah shaqadeed hay'adda ee kaawo awoodeeda waxa waa duulimaad ka rayb ka waa amniga dal safar tigisa lagu soo xad gudbaa shaqada kuma lahaado waa service ka dadka muwaadiniinta ama dadka rayidka loo qabanayo inay hagaajiso oo ay yeeshaan goob ay hay'adahaas ku wada xiriiraan oo ay macluumaad ku dhaafsadaan laakiin arrimaha amniga dawladda lagu soo xad gudbaa hawadeed iyo wax shaqaato baa waayo sababta aan taas u tahay waxa waa hay'adaas waxa hoos kaga hay'adaha boolimaadka rayidka hoostaga hay'adaha boolimaadka rayidka ayaa hoostaga arrin amniga iyo hawleed inay soo xusay halkaas ayay ka muuqan kartaa sidaas darteed warkaas war isqaba garma war isqaba ka kuma meeshana kuma xusna kuma xusna waa in la hagaajinayo lama amalka isku dubridayo hawlaha la xiriira boolimaadka hay'adaha rayidka arinta asbana nagala soo qayb gala shirkaas ka dhacay meeshaas ayaa lagu cazumay ee ma ahan in la yiri arrimaha amni iyo wax kale laga hadlayo meesha ku cusub warqadana maxkamaddu horta la wacri karta labo wuxuu ugu gudoo sidoo kale wuxuu yiraahdaa xafiiskan xeerka ma dhaqan gelin si ku aasaasan tahay hay'adda soo dhaqan gelin hay'adda maanta ee difaac ayaa jirtaan kaadan jirin waa macnaheeda marka hadduu soo xeerka aan jirin hay'addu ma jirto waayo xeerka oo hay'addu riidmo xuseen hay'adda ee difaac ayaa xeerka hadduu soo jira ayuu ma jirto sadirta hay'ada difaaca oo aan u ahay wakiil anuga maxkamadda horteeda si sharci aan ugu jooga hay'adina adalka aan ma isku dubo aadiya ruuxu ma hay maqaabada qareenada hay'adu waxa sharci hay'adu waka oo soo baxay lixdan iyo shantii ma garan karo qareenadu waxyaabaha ay ku dafaan iyo meereey beed iyo waxyaabaha aan lagu talagalin laga isticmaalo dad ilbaxa ama maxkamado dhexdood in laga caayo qof ay caayo ka timaa arrintaas aad iyo aad waxu nahay maxkamada aanu deynayna waxay ka qabanayso hay'ad sharci ay leedahay waxaa dhisay waxaa sharci waxa dhexda nishantay waa kan sharcigaana soo under process ee dawladda dhacday ceeb ma aha marka waxa waa waxaan ka xumahay waxaan rabaa inaan isticmaalo af xadaarad iyo dhowris iyo respect ila inay qareenada isticmaalaan aan ku codsanaynaa oo aan lagu xadgudbin waxay ma taqaanay shakhsiyadda xafiiska iyo dadka socda ma tinta madar ku doobiya waxaan ku celinaynaa ku adkaysanaynaa xeerka hay'adu ku aasaasan tahay oo ay ku jirto oo awoodeheeda ay ku isticmaalayso lagu dhaqmo jira haddana ay isticmaasho awoodeeda ee xafiiska ay isticmaasho inuu yahay xaalad sagaash ku soo baxay oo aan maxkamaddu u soo gudbin asaga asana lagu aasaasay hay'adda jirtaankeeda iyo samaynteeda inta cidii haysa xeer arintaas ka gedisan ama qoraal sharciyada oo ka gedisan arintaas maxkamaddu hor dhigi kartaa qodobka sheegaya aasaasadeena maxkamaddu u sheegi kartaa mana aysan u sheegin ilaa hadda qodobka lagu aasaasay oo dhahaya hay'adda doolista rayidka ayaa la aasaasay qodobka dhahaya ma isa sheegin
هاوشي المحكمة دواكنا حبيس قريقان قلتو وانا تسكر جواب كرة أو سفشل عيدوك جواب كرة كنت جواكنا حيارك الرؤى أساسية يدى وحيارك سقاشنك أولها السيناية إلا هدى استعماشه إلا هدى نوحوالي الاستعماره أو أكتب كأسقوه انت سينا أبو قبار مار انت لو دريقان سيدوك لو حيكر دواف جيان دولمان لحي كوفر قبل أنا كوفر قبل إيو وحكا دعي إيو من إيو ما كنت جيرين دوانا هاي لما احنا وما إيسا سوق وكوفر قبل إيو حالا أنا كما أنا نحب كوفر قبل إيو حالا كما أنا أنا وكوفر قبل كما حبين ما قرن كرو ما تقارن ودو بي ريكورد واي 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 ديوان بشمتان واحد ديوان بشمتان والله بوه قريقان كلاك هذا قريقان كلاك هذا ما تقدر برا هذا أبي كفر قلبي وسيلة هرم هو معنا هذه دولة هن من كم هنا واحد وسيلة هذا كفر قلبينا معنا كهذي أنت أس أيار وينام وجوابه وهذه أي كهذا عفيسك قريقانك وما سينا صحيح بدأ يقصي وبالدرام أي واحد ما بنجح وحير وحكوا أنا هذا إيد من بوتستي أنا بقى أنا كهرب وحير مدي وصاحب كي أول مامي ويلي حكيت شري بروبل أنا حكيت شري وزير أدمت بديلا اسمايت آلاي وحال شري حتى كهرة شو بلان صار صارت المشهور قلي كرتو دولة دمي ما كرتو وحص ولا تزيه وزيرة الوزراء أخرى ما المامي قريبان حال ما ينقى قلي المواطنين تينا كقلي قرن كاسقى على غربا يوم دل كيس الدفاع ذو ما رحبنا نديس يوم دل كيس الدفاع صار على غربا تتكسو حدود باية وما رحبنا نتكسو حدود باية يا رضا ما رسى على غربا يوم الدفاع ما الوقع قابو ولا تزروا ما ها قف كلا دم بيس أنا إن الله صاروا ومواطنين تنا الله صاروا اللي تيدو إن السفران والروح قابو سعداس ما ها أنا ما بقصي ما أنا قبطه مواطن كاستا أو حق أو صومالي أو حق لنا ما قبطه كما دا ما غلط حسق على غير ربا اما الدولدة على غير ربا الى ادفاع اتوم القرآن الدولدة ايا على غير ربا حرير في اي بروبلين في الحجر اي اقتال يجبل اي اقتال معها يملا قرن يحيز بقى يملا قرن المواطنين تاس له وحل ما نظرها ان روح عقابه شربا ديارب لدي الامام ويسا صوماليا وشك امام ويدي نيروبيا لقى ايمانيا مومها بسمان الله انتليه ظل ايماني وشيء اي يحل البروبلم كايت يعطى لجوجي وقف في قسمه ما وصلين مركب حكومة انت هسه مش اللي جاب انا حب في اخر كلمة دوبيري ريغان وما صدق حكومة أنا قلت المطلع أنا كعب الدار أنا يا ما أنا أقول لهم نقولنا وحنا هبير معنا قسمين محرك أنجوبنا هدي مال بروبلم كذا أما political tension ka dhaco waxa taabanaya cid ka soo socoto ma ku koobnaanaya cid loo la jeedo hay'ad waxa ay soo saartay in ma dhini mid aan hay staagto ma bixi karto ee waxa la yiri diyaaradaha u baxayo ayaa la yiri diyaaradaha u baxayo waxa ka horeeyay ma taqaanay xamra la soo maro waxa ka horeeyay Nairobi toos looga iman karo waxa soo idil adiga oo qareen Soomaaliyeed hadii aad ka inda qarsato oo aad ma taqaanay maartay aad anaga nagu soo celiso dawladdu waxay difaacaysay midnimada qaranka iyo sovereignty dawladda difaacaysay markay arintaas soo saarisay marka anaga waxaan qabnaa inaan haba yaraateen waad Soomaali waxa gudbin laakiin ayno ay dhacday la kulan problem taagan inay xilliga la kulmeen la kulankum wax soo wax soo ma kara marka waxa waaye marna kama soo bixin xisbiga heli qaran ma bixi karo marna kama soo bixin siyaasiyiinta ma bixi karaan laakiin waxa si loo xakimaayo arinta ayaa waxa la yiri diyaaraduhu waa inay soo maraan xamar waa inay qaataan approval yaani arintaasi ayay la soo kulmeen isla markaasna maalintaas runtii sida jadwalka diyaaradaha baxay marka waxaan leeyahay saaxiibaday aan ma taqaanay dacwadda maxkamadan ayaa la wareerin annagana ayaa dacwadda kanaga gudbinay waxa waaye sharciga la sheegay sharcigu waa kan hay'adda dowladda hawadu waxay jirtay ilaa lixdankii ninkan dhahay sagaashankii aan isaga ma ogeyn jeedmo garan kara waxa waaye ma aha inuu qof iska hadlo oo uma taqaanay wax maartay waxaan lahayn sal lahayn uu iska sheega maana dehaadda nixdinkii aan dhisay dowladda Soomaaliya waa jirtay
xilligii mataqaan dowlad shibilkay jirtay haddaan xilligii ciidamaday jirtay dowlad ciidamadahay jirtay hadday jirtaa laakiin waxaa jiro isbedel sharcigu wuxuu isbedelaa hadba baahidu sii bedelaa baahidii xilligaasa waxaa keentay in amendment lagu sameeyo ama dib u eegsuna sharciga dib u eegistii sharciga lagu sameynayay ayaa ayadoo socota ay burburtay haddana sharcigaas haddii uu soo jiri lahaa waxaaga yaraatee noo geysanaya malag ama dooda uga geysanaya malag labo sharciyada dalka ka jira waxaa ka mas-uul ah xafiiska garyaqa guud qaranada mas-uulka maaha haddii hadda ka hor aanaan tala ka bixina sharciga mataqaanaa 2015-2014 inta laysku qabsaday hay-adda iyo laysku qabsada waxaan nihi sharcigan ma hayno ahaa marka mataqaanaa in maanta la yidhaahdo sharcigii 65 soo baxay hay-addu ay lahayd ma jiree sharcigan under process aa jira in waqtiga looga lumay maxkamadaha anugu aad iyo aadan waxunahay marka waxaa waaye maxkamadda ayadana nooga aqoon badan waxaa waaye maxkamaddan u dayn doonaa fasiraadda waxaas sharciga hay-addana waa usoo gudbin doonaa marka waxaa waaye intaasaan kusoo gabagabaynaya mataqaana waa maxuun waa maadsanta qarashkii ku baxay qaraanada ama xushmadkii qaraanada wasku saddex waqadooda waxaa soo gudbinaynaa oo kale sahay safar oo ahayd madaxweynaha iyo toban qof oo soo saartay madaxweynihii hore sidoo kale waxaan soo gudbinaynaa $6,000 oo ah sahay safar ciidan oo ku baxday wafdigaas madaxweynaha iyo
طبعاً يشان كل أضلاع. سيدو كلا عنكو عصني إلى محكمة دا عكس جانا سدحات إن سيدو كلا قرش في دعوة دا يفشمت القرانكا لدول سارو هيدا دوريس دريد في الصوماليات سوى فقصان قدبكا لحباً يلابو حيالك هبك مدنية الصوماليات ما داما أي هيدو كل سببتي موكلين تاين إن دعوة دا مفرطان قرشات كاس إيو جهد الاسترادة بضعها محكمة قالنا أي بحيان عاد إعاد إعاد إيه وما أسطح محكمة شرفت لك نوع الغلاتي إينا وقتك أن كسوه قبل قبيسنو ننسي سيف وصداها السمان إيه دعونا أن كسوه قبل قبيسنين وما أسطح محكمة شرفت لك بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الشرف ترى كنت واحد واي ماراثون خير غضب هنا قرني واحد يعني أقادي هذا وقم هاي إن غضب بدن وكم اللي أقول كهيل المعلومات والدستور كل شيء الدستور هو مبادئ وحال لها الله شو هو اللي موجود غير مبادئ objection مركا متقع ناي أنا كم مركا وحنا قبلنا عند عودة المسوق الدنيا وخرا على حقوقها لقاها ضيو ودستور حقوقها ضيو وهي صوت حيد كست أياله لكن حقيقة له استعماله يا سؤال شو مكر ممكن الواي مشي في مركة ماشي ما استعماله ها مركة وحامس ما دام هي أنت تقول استها وضد عن حق الله ولا هي يقول كنت أقوليهم أردت أيضا وهي هي أيضا حرير لها هي ذلك دعوانا يوم إن دعوة إيسو الجيرية إن عكلا لديده عدة دعوانا أما حزب دعوانا ينا لسعر خارج كدعوة يحشمت قريكا وانتقالنا سيادي هذا يوم ما سنتيه